الو، برن عليك فين يا؟ طب رن لي على الراجل المعلم بتاع سوق العبور اللي خد مني 50 طن بطاطس ولاي عنده 70,000 جنيه لغايه دلك ما جابهاش، والطرح البطاطس قربنا ان جنيه تاني. قول له الحاج دوم مش هيبعت لك بطاطس تاني هيبيع دين. بقول له لا يحط لي 70,000 جنيه بتاعتي في البنك، لو ما حطهاش مش هديله بطاطس تاني. مش زارعها ليا انا، شغل البرود بتاعه ده. ايوه خلاص، حط لي 70,000 جنيه في البنك. وشوف لي الراجل بتاع البطيخ برضه، لي عنده 45,000 برضه، مش هقعد اوزع فلوسي على الناس دي وترد علي. يلا توكل على الله. السلام عليكم. اهلا. ازيك يا حاج؟ دقيقة بعد جزمتك من البطاطس، بتدوس على البطاطس يا اخي. بعيدة يا ابوي. خلاص امشي في السرابة. اقعد في الحتة الفاضية دي. ايه يا عامل؟ يا عامل. ايه اخبارك؟ كويس. ايه اخبار صحتك؟ الحمد لله. يا ابوي انا جالي الكشف بتاع ال 500 جنيه بتاعت الحكومة، انت كاتب اسمك فيها. جاتني ال 500 جنيه بتاعت الحكومة. جاتك وانت كاتب اسمك صح يا. امال ما كاتبش اسمي؟ هي الحكاية يا حاج. ليه باقتي مش مكتوب فيها لا اعمل؟ يا حاج بالصلاة على النبي، الله اكبر، زعلك احسن من 50 فدان بطاطس وكاتب اسمك والغلبان. طيب يا حاج يروح وين امه؟ انا الغلبان يعني؟ انا مالي ومال الغلبان؟ ما انا غلبان يا اخي، انا لي 56 سنة عايش في الدنيا من زمان، ما دقتش فلوس الحكومة، جنيه من الحكومة ما انت ما مش محتاج يا حاج، ما تمايز. طب خلاص جاتني الفرصة اخذها. والله اذا انت بياع الدم عدى عليك يا حاج. ايه الحكاية؟ ليه يا حاج دو كذا؟ ازاي؟ انت المفروض تساعد وتطلع للغلبان يا حاج، تاخذ 500 جنيه جيالهم. وانت هتدهاني من جيبك مش فلوس حكومة؟ يا ابوي مش من جيبي بس ما تستحقهاش، انت ما تجوزش عليك. ايه مش محتاج يا حاج، اللهم صل على النبي. محتاج يا اخي حتى اجيب بيها غلة. ويا هتعمل لك 500 جنيه بالصلاة على النبي وسط 50 فدان بطاطس بتزرع؟ اللهم صل على النبي عليك يا ما انا بقول اللهم صل على النبي يا حاج. الحكومة مش بتدي ال 500 للي بطاقته لا يعمل؟ اعتبرني يا عمي ما عنديش. طب انت ما قدام ربنا بتعمل يا حاج؟ ما قدام ربنا بتعمل ما شاء الله. خلاص لما تاجي يوم القيامة يا اخي سيبني. يا راجل سيبني تحت انت... الحكومة حلو، ليه اسيب لهم 500 للحكومة يا راجل؟ والله ما بتماز، انت ضيع الدم عدى عليك يا راجل. ايه في مالك ومالك انت بتاعت الغلبان يا شيخ؟ هاي ملكتك يا شيخ، انت جاي تتمشيخ لي يا اخوي. مش بتمشي يا اخي يا راجل، خذ يا خذ اقول لك، وانا اسمي مش جاد في الكشف يا ابوي. طب ياكش تروح تقول لهم تطوي معاه 50 فدان وكلام ده؟ والله لا روح. طب لو شالت ال 500 جنيه بتاعت الحكومه دي الحلوه، لها شيل رقبتك. الله يبارك لك فيها يا شيخ. اين يا اخوي؟ دي فلوس حكومه يا اخي، ده 500 10 خمسينات 50 10 اسيبها للحكومه هنا، هم عارفين انا معي 50 فدان. وايل علينا وعلى اللي خلفونا دي، حتى ال 500 جنيه بتاعت الحكومه اللي جايه من الحكومه بص لنا عليه قاعديها للغلبان لينا. ما الغلبان يروح يسجس. هذا عقله على كده 5 كيلو بطاطس بجزمته.